ابراهيم زناد المدير الفني مهرجان تيميتار. مهرجان تيميتار عنده واحد الخصوصيه معينه. اولا مشروع سوسي هنا بمساهمه ديال واحد العدد ديال الفاعلين كبار، فاعلين سواء يعني فاعلين في قطاع القطاع الاقتصادي، القطاع السياحي، قطاع الخدمات، مسؤولين في واحد العدد ديال القطاعات، طبيعة حال المجتمع المدني. هو ما يجعل ان هذا المشروع هو مهرجان ومشروع يعني فيه شركاء كثار. اعتقد ان اليوم حتى المتتبع والمتفرج اصبح عضو فاعل في هذا المشروع. اصبح هذا المهرجان هو عيد سنوي هنا في منطقة سوس، يحتفي به اهل سوس وزوار هذه المدينة، خاصة في هذه الفترة السياحية اللي معروفة هنا بأكادير. اعتقد ان المتتبع لمهرجان تيميتار ايضا متشبث بهذا الموعد. اعتقد هذه فرصة جميلة انه تكون فرقة ريباب فيجيون، بحكم ان اليوم اصبحت ريباب فيجيون اللي انطلقت هنا من سوس وانطلقت من مهرجان تيميتار، اليوم عندها صوت دولي وشاركت في واحد العدد ديال الملتقيات على الصعيد الافريقي، على الصعيد الدولي، سواء في امريكا، في واحد العدد ديال الدول الاوروبية. وهذا مفخرة انه تكون عندنا فرقة بحال مجموعة ريباب فيجيون. مهرجان تيميتار كما كل دورة عنده كيجيب الجديد، سواء في بعده الجهوي بحكم انه عندنا مرجعية جهوية اللي غنية كما كتعرفوا، كل سنة كنحاولوا نعطيو فرصة لواحد العدد ديال الفنانين المحليين اللي عندهم يعني صيت كبير سواء جهويا او وطنيا او حتى دوليا. هذه السنة كتعرف حضور اسماء وزينة كحميد نزاف، يعني ودادان، إمغران، تودارت، واحد العدد ديال الفنانين الروايس، سواء حسين الباز ولا حسين المراكشي، واسماء اخرى فنانات ايضا اللي هم مشاركات معنا، سواء كلتما تمازيغت ولا تمنارت ولا واحد العدد ديال الفنانين اللي حاضرين بقوه، دون ان ننسى البعد ديال حضور واحد العدد ديال الفنانين المغاربه اللي عايشين في الخارج، سواء في هولندا، بلجيكا، فرنسا، ايضا اسبانيا. حضور واحد العدد ديال الاسماء وازنه وطنيا بما فيها هاد يعني الاسماء الاصوات الجديده في فن الراي اللي حاضره، او في الهيب هوب او في البوب، وايضا حتى فنانين يعني في الطربيين. وبطبيعه الحال هناك يعني واحد برمجة ديال واحد العدد ديال الفنانين اللي جايين من بلدان أجنبية، سواء من القارة ديالنا الأفريقية أو من أمريكا، من كوبا، من لبنان، من أوروبا. وهذا يعني كيغني برنامج هاد الدورة، يعني برنامج غني فيه تقريبا 40 مجموعة اللي غتشارك في الفضاءات الثلاث اللي معروفة في المهرجان، دون أن ننسى بطبيعة الحال البعد الفكري والأكاديمي اللي حاضر بقوة أيضا في برمجة تيميتار لهذه الدورة. البرنامج الرسمي لمهرجان تيميتار هو البرنامج الرسمي اللي كاين في الكتالوج وفي الموقع الإلكتروني، من غيره يعني ما كاينش. يعني البرنامج هو البرنامج الرسمي اللي كاين كيف أي سنة. كما كتعرفوا قبل المهرجان كيتم اللقاء أولا اتصال بواحد العدد ديال الفنانين. على كل حال برنامج مهرجان تيميتار هو برنامج رسمي كيف اي سنه. فعلا نجاح انطولوجيا طلعيطه اللي كان عندها نجاح سواء وطنيا ودوليا، اعطانا رغبه انه نغنيو المكتبه الوطنيه المغربيه بعمل حول فنون الروايس، وكنتمناو نلقاو امكانيات باش نقوموا بهذا العمل في 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 الشهور القادمه ان شاء الله. كنتمنى بحكم هذا كله كيطلب شويه ديال الامكانيات، لانه كتعرفوا يعني مصاريف ديال الاستوديو، مصاريف الانتاج، مصاريف الفنانين، وهذا يعني كيطلب واحد شويه ديال واحد المجهود كبير. وكنتمنى انه
نتمنى يكون جاهز في السنة كما الجاية إن شاء الله. كيعرفوا، كما كيعرف الجمهور او متتبعي مهرجان تيميتار، هذا ملتقى يعني جميل اللي كيجي ليه يعني المتفرجين سواء من سوس او من جميع مناطق المغرب. انا كنظن يعني غادي يكون هاد السنه دوره ان شاء الله ناجحه بامتياز، وكان ندعي للجميع انه يجي يحضروا معنا، لانه برنامج اولا غني، هناك ظروف امنيه ممتازه، وهناك ايضا فضاءات جميله، وبطبيعه الحال الجو في مدينة أكادير وفي الفضاءات يعني جو جيد، وكنتمنى التوفيق للجميع.